السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هننفذ غرزة الفستون. الغرزة بتتكون عندي من مضاعفات العدد 3 زائد 1، يبقى احنا اللي هنكرره هو العدد 3. اما عدد السطور عندي 4 سطور، وانا لو حبيت اكرر السطور هنكررها من السطر الاول حتى السطر الرابع على حسب الطول اللي احنا عايزينه. وانا ممكن استخدم الغرزة دي في عمايل، اي شغل للبيبيهات. ودي شكل الغرزة من الامام، وبيكون شكلها زي ما انتم شايفين، الشكل البارز. وشكلها من الخلف هو دوت، وإن شاء الله نبدأ في تنفيذها ويكون سهل التنفيذ. بسم الله، هنبدأ في عمل أول سطر في الغرزة. هنشتغل طبعا أول غرزة اللي هي بتبقى غرزة الحافة، وبعد كده هنبدأ في عمل شغل الغرزة. هنشتغل 3 غرز مقلوب، وبعد كده الغرزة الرابعة هنشتغلها عدل، ويبقى أنا كده الـ4 غرز بيتكرروا عندي حتى نهاية السطر. 3 غرز مقلوب وغرزة عدل، والسطر عندي بينتهي بغرزة الحافة اللي أنا بشتغلها مقلوب. زي ما شايفين نبدأ تاني نعمل 3 غرز مقلوب، وبعد كده نعمل الغرزة الرابعة عدل، وده بيكون شغل السطر الأول في عمل الغرزة. السطر الثاني في عمل الغرزة، باجي أسلت غرزة الحافة، وبعد كده بنبدأ نشتغل الـ4 غرز اللي احنا بنكررهم. بنيجي عند أول غرزة منهم واشتغلها مقلوب من اللفة الخلفية، يبقى انا هلف الخيط حوالين الابرة امام الشغل يعني، وبعد كده ادخل الابرة من اللفة الخلفية واشتغلها مقلوب. واجي عند الغرزة ما بين الغرزة التانية والغرزة التالتة، ادخل الابرة واعمل لفة حوالين الابرة واسحب، وما بنزلش الغرزة من على الإبرة. باجي أعمل لفة وأدخل الإبرة في الغرزة وأشتغل غرزة عدل بس باللفة الخلفية. يبقى أنا كده عملت 3 غرز في غرزة. باجي بعمل أشتغل في الغرزة التالتة غرزة مقلوب من اللفة الخلفية. زي ما انتم شايفين انا بدخل الابرة من اللفة الخلفية وبشتغلها مقلوب. واجي عند رابع غرزة اشتغلها مقلوب، يبقى هو ده هيكون نظامي في السطر الثاني. هكرر الـ4 غرز حتى نهاية السطر، وهينتهي السطر عندي بغرزة الحافة اللي انا بشتغلها برضو مقلوب. يبقى تاني هاجي اشتغل اول غرزة في الـ4 غرز، اشتغلها مقلوب من اللفة الخلفية، وبعد كده هدخل الابرة ما بين الغرزة التانية والتالتة، واجي اعمل لفة حوالين الإبرة واسحب وألف تاني، أعمل لفة حوالين الإبرة وأدخل الإبرة في الغرزة واشتغل غرزة عدل من اللفة الخلفية. أنا كده عندي 3 غرز في غرزة واحدة. وأجي أعمل غرزة مقلوب من اللفة الخلفية،
والغرزة الرابعة هشتغلها مقلوب. يبقى هو دوت شغل السطر التاني، وهينتهي بغرزة حافة اللي هشتغلها مقلوب. السطر الثالث في عمل الغرزة بيجي أسلت اللي هي الغرزة الحافة، وبعد كده ببدأ شغل الغرز العينة. بعمل أول غرزة منهم عدل، وبعد كده ثلاثة مقلوب، وأشتغل غرزتين عدل، وده بيكون شغل السطر التاني. وببدأ أكرر غرزة عدل، ثلاثة مقلوب، اتنين عدل، بيتكرر حتى نهاية السطر. وبشتغل آخر غرزة اللي هي غرزة الحافة، ودي بشتغلها بتبقى غرزة مقلوب. يبقى أنا عندي شغل السطر الثالث بشتغل غرزة عدل، ثلاثة مقلوب، اتنين عدل، وبينتهي السطر بغرزة الحافة اللي بشتغلها مقلوب. شغل السطر الرابع، وده بيكون آخر سطر في الغرزة. عندي أول غرزة بتبقى حافة، وباجي أشتغل غرز العينة. أول غرزتين مع بعض بشتغلهم اتنين عدل معا، واجي بعد كده اشتغل غرزة واحدة عدل، واجي اسلت غرزة والتانية واشتغلهم اتنين مع بعض عدل، بس بيكون من اللفة الخلفية اللي هي رمزها SSK، واشتغل غرزة مقلوب. يبقى انا كده الغرزتين اللي انا زودتهم كده شلتهم، يبقى رجعنا العدد الاصلي للغرز. ونبدأ نكرر اللي احنا عملناه تاني. اول غرزتين بشتغلهم اتنين عدل معا، وبشتغل غرزة لوحديها عدل، واجي اسلت غرزتين واشتغلهم مع بعض اتنين عدل معا من اللفة الخلفية، واجي بعد كده اشتغل غرزة اللي هي الرابعة غرزة مقلوب. وده بيكون الشغل السطر الرابع، وبينتهي عندي السطر بغرزة حافة اللي انا بشتغلها مقلوب. زي ما انتم شايفين شكل الغرزة بيكون بارز بالشكل ده. وبانتهاء شغل السطر الرابع الغرزة كده بتنتهي عملها. ونبدأ نكرر أربع سطور مرة أخرى على حسب الطول اللي احنا عايزينه، وده بيكون الشكل النهائي للغرزة. وزي ما انتم شايفين الغرزة بتكون شكلها بارز. أتمنى أن تكون الغرزة سهلة وبسيطة تقدروا تنفذوها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.